لما تحبي تعملي الحمام بتكاته وحركاته وطعمه الجميل اللي دايب دوب كده، وعايزه اقول لكم فعلا عامل زي الزبده. ويا سلام كمان لما يكون تربيه بيتي، يعني انت عارفه مربيه الحمام ازاي، وطرق كتيره جدا متعدده في الحمام، ايا كان مشوي او محشي فريك او محشي رز، او كمان ممكن تعمليه صينيه بالخضار. يعني عندنا انواع كتيره جدا ومتعدده، وعايزه اقول لكم فعلا فعلا الطعم روعه جدا جدا جدا. لكن قبل ما نبدأ نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ودايما طول ما احنا بنعمل حاجة نذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا هنا كنت مصورة لكم شغل مصورة صراحة، لأن أنا ما بطلعش السطح نهائي ومليش في تربية الطيور بصفة عامة، تمام. لكن التربية بيتي عندنا، كان هنا تصوير للحمام، جزء من الحمام عندنا كان جزء منه. فعلا الطعم روعة جدا، مختلف تماما عن الحاجة اللي انتوا بتجيبوها من عند الفرارجي. هنا انا نظفته عند الفرارجي، وبعدين كملت التنظيف بتاعه، عملته نقعته بخل وملح، خل بسيط جدا وملح وليمون، وغسلته من بره ومن جوه كويس جدا، وسبته كده دقيقتين، وبعدين شطفته بالميه. وبعدين كنت مجهزه الفريك البلدي، نقيته كويس جدا جدا ونقعته لمده ساعتين في ميه سخنه. وبعدين بدات ان انا احضر الحاجه اللي انا اعمل فيها. جبت الحله، قطعت بصلتين محترمين كده وبصله كبيره، وبعدين قطعت كبد وقوانص اللي كانت موجوده عندي، وشلت القوانص اللي انا كام قناصه على عدد الحمام عندي اللي انا هقفل بيها الحمامه. وبعد كده بدات ان انا اشوح البصله، ونزلت فلفل حامي سبايسي لو انتوا بتحبوا، هو بس كم شريحه من الفلفل كده بتدي طعم جميل جدا، مع قطعتين من الزبده. وشوحنا البصله، انت هتدبلي البصله فقط مش هتحمريها، مع الكبد والقوانص. وبعدين الفريك صفيته ونزلت بالفريك، وهبدا ان انا اشوح الفريك مرة واثنين وثلاثة عشان بردك ندي كفر. لو انتوا بتتابعوا الفيديوهات عندي هتعرفوا اللي هي لو الرزة او اي حاجة بتتشوح بحب اللي انا اشوحها كده عشان تدي كفر. وكمان نزلت بالبهارات، كاري، كركم، بصل بودر، توم بودر، زعتر، زنجبيل، سنة صغيرة من القرفة، فلفل اسمر. وبدأت اللي انا اشوح البهارات كلها عشان تدي ريحة جميلة جدا وتدي طعم روعة جدا ما شاء الله اللهم بارك، وبتكون كمان البهارات طاغية لو انت عايزة تحطي. وبعدين نزلت بمية مغلية على الفريك. خلي بالكوا، عايزة اقول لكم على تكاية، لو انتوا هتعملوا حمام محشي ما تخلوش الفريك يستوي سوا كامل، مجرد فقط اللي هو يتشرب معاكي، هتروحي واخده الكميه اللي انت هتحشي بيها وبعدين هتكملي باقي السوا. نزلت طبعا بورق لورا وحبهان، بيدي طعم جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. وبعدين سبت بقى الحاجه مع نفسها لغايه ما تتشرب. هنا خلاص الفريك كان اتشرب معايا، لو هتلاحظوا بصوا بقى بيق الفقاقيع او ايا كان اللي بتسموها زهره، اللي هي لسه فيه حبه ميه او حبه شوربه بقى في الفريك. انا خلاص كده بدات اخد الكميه بتاعتي عشان اعملها. هنا كان الفريك الباقي كان ما شاء الله اللهم بارك استوى عندي، وكمان شوحيه في حته زبده كده بيبقى طعمه جميل جدا مع الاكل. بدات ان انا اجيب الحماميه وبدات ان انا احشي الفريك فيها. عايزه تحشي الحمام من تحت الجلد وفي كل ناحيه ما فيش مشكله، انا بحشيه في الجزء الداخلي وبحشيه من عند الرقبه. الرقبه لو انت ممكن عايزه تحشيها ما يبقاش فيها العظمه بتاعت الرقبه اللي هو الزور بمعنى اصح، قص الزور وحش مكانه فريك، بيبقى طعمه فعلا روعه جدا جدا. طبعا الفريك كان سخن جدا جدا، فعملت واحده معاكم سريعا كده، تمام، وهوريكم بتتقفل ازاي. هنبدا اللي احنا نكتف الرجلين بالطريقه دي ونقفلها بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها، تمام. لو عندي بقى الحمامه مثلا فيها قطع ولا اي حاجه هنعمل ايه؟ بكل سهوله ممكن نقفلها بالخله. انا هنا بجيب القناصايه واروح حطاها بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها، واروح مكتفه الرجول واروح ايه قافلاها باي طريقه بقى انتوا عايزينها. نفس الشيء انت لو عندك قطع في الرقبه سهل جدا جدا اللي انت برضك تعمليها بخله. انا هنا كنت شايله الرقبه من جوه وحاشيه الرقبه من جوه الفريك، طعمها بيبقى روعه جدا. ممكن مفيش مشكله لو انتم مش عايزين تشلوها مفيش مشكله، تمام. فعلا طعمها كان جميل جدا والفريك روعه جدا لو انتم عملتوه بنفس الطريقه اللي انا عملتها. ودي الكميه اللي كانت عندي ما شاء الله اللهم بارك، وهعمل بقى على قد اليوم. خلاص هبدا اللي انا بنزل في الشوربه مغليه بالبهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي زي ما انتوا عايزين، هتنزلوا بفلفل اسمر، هتنزلوا بكزبره ناشفه، هتنزلوا بكمون، بزعتر، بكاري، بكركم، بصل بودر، توم بودر، بورق لورا وحبهان وبصلايه وجزرايه عشان تسحب اي
نوع من الزفارة وفلفل حامي وكرفس، عايزة اقول لكم روعة جدا. وادوهم بقى غلوة على حسب الحمام اللي عندكم. وبعد كده انا جبت الحمام ما شاء الله اللهم بارك زي ما حضراتكم شايفين. هنا لو انت عندك صلصه بتنزلي بيها، انا هنا كنت نازله بمعلقه صلصه، معلقه صويا صوص، معلقه دبس رمان، وبعدين البهارات بتاعتي حطيتها، وبعدين حطيت معلقه عسل صغيره جدا. بدات ان انا اعمل كده دهنه على الحمام. ولو عندك زبده متسيحه روعه جدا. لو انا ما عنديش صلصه، ما عنديش صويا صوص، دبس رمان، سهل جدا، هاتي معلقه من الزبده وحطي عليها معلقه من العسل، وحطي بقى البهارات بتاعتك، وابداي بردك اللي انت ادي وش للحمام. عايزه اقول لكم فعلا بيدي طعم رائع جدا اللهم بارك. بعدين دخلتها الشوايه، ما خدتش معايا ما كملتش 7 دقائق ما شاء الله، حسب طبعا الشغله بتاعتكم. وبعدين حطيت الفريك، وكان عندي شيبس عاملاه بيتي على فكره برده كل حاجه، وعملت معاه ملوخيه. والفريك هنا حمرته بمعلقه زبده. عايزه اقول لكم فعلا كانت اكله روعه جدا جدا ما شاء الله، اكله خفيفه جدا على فكره على المعده. ممكن بقى تعملي الحمام بطرق مختلفه جدا جدا. طب انت ممكن تعمليه بالفريك، ما عندكيش فريك او ما بتحبيش الفريك، ممكن تعمليه بالرز لو ما عندكيش رز، او مش حابه اللي انت تعمليه بالرز ممكن تعمليه بالخضار. لو مش عايزه تعمليه بالخضار ممكن تعمليه ببصل بيكون متبل تتبيله معينه مع فلفل سبايسي لو انت بتحبيه وبتحشيه. يبقى عندك الاكلات كتيره جدا ومتعدده ما شاء الله اللهم بارك. انا هوريكم كذا اكل او كذا نوع انا كنت عاملاه. انا هنا كنت عامله الحمام نوعين، واحد متحمر في الزبده وواحد عادي محشي فريك، وكان جنبيه رز بسمتي ورز ابيض وخضار، او تقريبا ده كان محشي عندي خضار، وبتحطيه في الصينيه بطريقه جميله كده، وكان ما شاء الله اللهم بارك اكله روعه جدا. فانت عندك حول اللي انت لما تيجي تعملي حاجه ما تعمليش الحاجه تكرريها كذا مره، لا شكلي في الاكل. يعني هي ممكن تكون حاجه واحده لكن بتنوعي او بتعملي اختلاف في الاكله فبيكون ليها طعم مميز. بصفة عامة خليكي متنوعة في الأكلات بتاعتك، ما تمشيش على نمط واحد ما شاء الله اللهم بارك. ممكن من صنف واحد لكن تعملي منه طعم مختلف فهيكون حاجة جميلة جدا. فالحمام ليه طرق كتيرة جدا متنوعة ومختلفة، ممكن تعمليه زي ما احنا قلنا بالطرق اللي احنا عملناها بيها. ان شاء الله بإذن الله تكون الوصفة عجبتكم، وطبعا بشكر جميع المشتركين معانا، وبشكر جميع التعليقات بتاعتكم الجميلة اللي فعلا بترفع من الروح المعنوية. ويا رب دايما متجمعين على خير بإذن الله، ويد الله مع الجماعة. وان شاء الله بإذن الله لو محتاجين اي وصفة اكتبولي تحت في الكومنتات ان شاء الله بإذن الله، ونطبقها وان شاء الله ينال اعجابكم. هترككم بقى مع بعض الصور اللي انا كنت عاملاها وبعض الاكلات، اكلات متنوعة من صنف واحد اللي هو الحمام. وان شاء الله باذن الله زي ما احنا اتفقنا لو محتاجين اي حاجه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وما تنسوش لو اول مره تشوفوا القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ومفيد في قناه فكره وطبخه مع انجي محمد، وان شاء الله نكبر بيكم وليكم. وقبل ان ننتهي فاسال الله ان يبلغنا واياكم العشر ونحن باحسن حال، ويبارك لنا فيها ويجعلنا من الموفقين المقبولين، فقد لاح الخير فلابد ان نعزم النية ونخرج من غفلتنا من الان لاستقبال خير الايام. ليبدا الاجر فمأجورون بالنوايا والهمة السابقة وعد من الكريمين. فلابد ان نستقبل هذه الايام بالاستغفار والدعاء الدعاء الدعاء، فلن توفق ولن تعمل ولن تبلغ ولن تفوز دون اعانة من الله. وقدم بين يديك توبة واستغفار لتحسن الوفود. كانت اكلتنا النهارده، كانت وصفتنا النهارده، احنا قلنا اللي هي بتتعمل بطرق متعدده وصفات مختلفه. التوابل فعلا بتدي طعم جميل جدا. اللي لسه مبتدئات في الطبخ ما يقولوش على حاجه، لا جربوا مره واثنين وثلاثه، وان شاء الله باذن الله الاكله تطلع معاكم مع التدريب ومع الاستمراريه ومع ذكر الله عز وجل والصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احنا قلنا الا بذكر الله تطمئن القلوب. دايما طول وانت طول ما انتوا بتعملوا حاجة اذكروا الله عز وجل عشان ربنا يبارك في الشيء ده. ان شاء الله بإذن الله ننزل ليكم بأكلة سريعة. وكل عام وانتم الى الله اقرب، وكل عام وانتم بخير، ونترككم في رعاية الله وامني في قناة فكرة وطبخة مع انجي محمد. وما تنسوش لو مش مشتركين في قناة تشتركوا في قناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ومفيد. ونشكركم جميعا على كلامكم الطيب، ونترككم في رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.